قسطنطين امبراطور النمسا، امبراطور اليونان، وملك بلغاريا وملك اسبانيا، كل اللي هو كوين صوفيا، كل دول كانوا منفيين هنا. فلما هم كانوا قاعدين مع بعض كان عندهم واحد صاحبهم يهودي اسمه جوزيف سموحه، كان مقاول، طلبوا ان هم يعملوا مدينه كلها سور وكنايس وجامع كبير دايما يبقى مشهور. فعملوا لهم مدينه سموحه اللي موجوده دلوقتي، وميدان فيكتور مانويل ده اسم الملك بتاع ايطاليا اللي موجود هناك، لان الفيلا بتاعته كانت على الميدان. بس طبعا بعديها بخمس سنين او سبع سنين حصل الثوره المصريه، فالملك نفسه بتاعنا اتعزل، فكله مشى بره مصر. الملكه راحت على مونبلييه، هو مات في 47 سنتين بعد ما جه هنا. الجواز ما بين الملك والملكه كان جواز عائلات صنمات، لكن هو صنمات المصلحه يعني. تجسسه سبب، تمام، وتجسسه سبب سياسة في بيتنا.